جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أوغندا رسالة بعث بها المستمع عمار محمد من مدرسة متاسة القرآنية، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: لنا مسجد وهو الجامع الكبير وواسع جدا، لكن يوجد أمامه قبران في القبلة محاطان بسور حديدي حولهما، ورسم المسجد والقبرين هكذا. شيخ صالح، لو تفضلتم بالحكم أو ببيان الحكم للصلاة في هذا المسجد جزاكم الله خيرا. إذا كان القبران منفصلين عن المسجد تماما وبينهما طريق أو فضاء، منفصلان عن جدار المسجد، لهما جدار مستقل وجدار المسجد مستقل وبينهما فاصل من طريق أو فضاء، فإن هذا لا بأس به لانعزال القبور عن المسجد، لأن الممنوع هو كون القبور في داخل المسجد أو متصلة به. أما إذا كانت منفصلة عنه فإن هذا لا يؤثر والحمد لله، وكل ما أمكن إبعاد المسجد عن القبور فهو أحسن لأجل دفع الشبهة والريبة والتشويش على الناس. كل ما أمكن إبعاد المساجد عن القبور فإن ذلك أتم وأحسن. نعم.